الجمعة لكم والسبت لنا وباقي أيام الأسبوع نتقاسم الأقصى. على ما يبدو أن التطبيق الفعلي لمخطط التقسيم الزمني بالأقصى بدأ، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى مساء أمس بعد صلاة العشاء وأخرجت كافة المعتكفين فيه لتؤمن اقتحام فيجلين صباح اليوم الذي قام هو ومجموعة من المتطرفين باقتحام باحاته. فيجلين وبعد صعوده على صحن قبة الصخرة قال إنه جاء ليطمئن على جهوزية شرطة الاحتلال في مباشرتها بالتقسيم الزماني. مشروع واجهة القدس هو عبارة عن تقاسم الحرم القدسي الشريف ووضع وبناء الهيكل الثالث بين المسجدين. الحكومة الإسرائيلية تتبرع سنويا من أجل هذا المشروع بمئة مليون شيكل. هناك خطوات إسرائيلية عملية متمثلة بموجات الهجرة اليهودية إلى الأقصى والمكث والصلاة. بسياسة الأمر الواقع قسم الأقصى، فقوات الاحتلال أغلقت ومن الليلة الماضية جميع بوابات الأقصى الرئيسية عدا حطة والأصباط والسلسلة، ونصبت عليها الحواجز والمتاريس، ومنعت النساء من الدخول، وحرمت من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الرجال من الصلاة داخل الأقصى. على إسرائيل أن تتراجع عن هذه السياسات، وكذلك عليها أن تحافظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى. ما يجري على أرض الواقع خاصة داخل الكنيسة ليس فقط تقسيم زماني، وهناك أيضا كانت اقتراحات ببناء جدار داخل المسجد الأقصى. هناك وفد سيتوجه إلى الأردن على أساس أن تتخذ خطوات المناسبة من أجل وقف هذه السياسات الإسرائيلية. اشتباكات يومية تندلع عند أبواب الأقصى لدى منع المصلين من الدخول في الوقت الذي حدد تلقائيا بموجب المنع موعد دخول المستوطنين من الصباح الباكر وحتى ساعات الظهيرة. اقتحامات جس النبض انتهت عندما تأكدت إسرائيل أن الرد الفعل العربي شيطان أخرس. عندها باشرت واستباحت لعبة تقسيم كعكة الأقصى بقوة السلاح التي تقنص علو صرخة مقدسية يتيمة تنادي باسم الأقصى الله أكبر. من مدينة القدس، زينة صندوقة، رؤيا.